الرحمن الرحيم. العنوان بتاعنا فايكو نانو تكنولوجي فيوتشر برسبكتيفز اند تشالنجز. نقصد بالعنوان ده ان احنا نعمل سنسز للنانو بارتيكلز باستخدام الالجي. ففايكو ترمز لفايكولوجي او علم الطحالب. الانترودكشن، احنا عارفين طبعا ان النانو تكنولوجي ده عمليه سنسز للماتيريالز عند سكيل سمول اقل من 1 مليمتر، يعني حوالي 1 بليونز ان سايز. في تو ابروتشز فور نانو تكنولوجي، سواء ان احنا بطريقه اسمها توب داون او البوتوم اب. توب داون ان احنا بيبقى عندي لارج ماتيريالز وببتدي اكسرها الى جزيئات صغيره لغايه لما اوصل للنانو سكيل. اما البوتوم اب فانا بعمل بيحصل سيلف اسيمبلينج للمولكيولز عشان تكون كلاسترز، ومن الكلاسترز تكون نانو بارتكلز. ودي مينلي بيكون عن باستخدام البيولوجيكال ميثودز او البيولوجيكال سينسز. البيولوجيكال سينسز اللي هي سينسز اوف نانو بارتكلز باستخدام مايكرو اورجانيزمز، باستخدام بلانت، باستخدام الجي. الالجي في منها بيبقى يوني سيلولار، في منها بيبقى مالتي سيلولار ميكروسكوبيك، او مالتي سيلولار تبقى بلانت لايك. في الجرين سينسز باستخدام الالجي في عندنا تو ميكانيزم. انترا سيلولار ده بيبقى داخل السيل وول وداخل السيل ممبرين، ودي بستخدم فيها ليفينج بايوماس بتاع الالجي، وبعدين بيتم عمليه الريدكشن. او الاكسترا سيلولار يعني بيتم عمليه السينسس خارج خارج الخليه، ومش شرط تكون الخليه تكون لايف حيه. بعتمد في عمليه الريدكشن عن البيولوجيكال اكتيف كومباوندز اللي موجوده في الالجي. الالجي معروفه انها غنيه جدا بالبروتينز، بالبيبتايدز، بالكاروتينويد، بالفينوليك كومباوندز، بالبيجمنتس، بالاويل والمينرال والبوليساكرايد، ايفن فيتامين. فعمليه السينسس ده بيبقى مفيد جدا بالمقارنه بالكيميكال ميثود والفيزيكال ميثودز، لانها بتبقى طريقه ايكو فريندلي. بستخدم البايو اكتيف كومباوندز دي ككابنج ايجنت حوالين النانو بارتكلز. بقدر احصل على حاجات على نانو ممكن تكون ستيبل شويه مقارنه بالفيزيكال والبيولوجي والكيميكال ميثود. مثلا لو جينا ناخد مثال كالايرون اوكسايد نانو بارتكلز، ف بنلاقي ان مثلا البولي ساكرايد، يعني معظم الريسيرش بيبر بتتكلم على تكوين على البولي ساكرايد في الطحالب زي السرجسم وغيره، هي اللي ليها دور في عملية تكوين الايرون اوكسايد نانو بارتكلز. هنا مثلا في الصورة اللي قدامنا ديت حصلنا على نانو شكله شوية الى حد ما رود باستخدام السبايرولينا بلاتينسز. السبايرولينا بلاتينسز دي من البلو جرين الجي، فيها بولي ساكرايد، فيها بروتين، وهي اللي عملت عملية الريدكشن للنانو لما استخدمنا الايرن سولت الى ايرن نانو بارتكل بالشكل ده. لو جينا نقول عمليه البايوسينسز مثلا للسيلفر نانو بارتكلز، لو خدنا سيلفر نانو بارتكلز او كميتال نانو بارتكلز بتتم ازاي، فانا ممكن استخدم طريقتين. اما استخدم الدرايد الجي بايوماس، بكون عندي بايوماس مجفف استخدام طريقه السوكينج، وبعمل فلتريشن، وببتدي اضيف السيلفر نيتريد او اي ملح انا عايز اطلع منه احوله لنانو، سواء كان فيريك كلورايد، سواء كان صوديوم سيلانايت، لو انا عايزه سيلينيوم، لو انا عايزه ايرن بستخدم فيريك كلورايد او فيريك سلفيد، وبيتم عمليه الريدكشن. او ان انا استخدم الويت، الطريقه الثانيه ان استخدم الويت الجي بايوماس وبعرضه لديفرنت كونسنتريشن من الميتال سولت. انا بفضل دكتوره بس قلبك البرزنتيشن قطعت من عندنا، السكرين بطلت عامله.
تمام، ظهرت تمام كده. هي رجعت. تمام فانا بقول ان في تو ميثود زي ما قلت لكم دلوقتي، اللي سواء كانت الدرايد الجي بايوماس او ان انا استخدم الويت الجي بايوماس، بعرضه لديفرنت كونسنتريشن من السولت وبلاحظ الريدكشن عن طريق التشينج اوف ذا كولر. يعني نجد مثلا لو انا عايز اطلع سيلينيوم هنلاقي ان الى حد ما الكولر مدي ريد اورنج كده، في السيلفر مثلا بيدينا يلوش براون، والايرن ممكن دارك يلوش براون او يدينا البلاك. ده كنا شغل عملناه مع بعض الزملاء بره، كان على الانتيرومورف انتستايناليس دي جرين الجي، تعتبر الفي الجي ديت، كانوا جمعوها من احد الشواطئ وبيبتدوا نعمل لها بريبريشن عن طريق ان بطريقه سهله جدا احنا بنحط ميه دي ايونايزد ووتر ونعمل لها فلتريشن زي ما قلت لكم، وبعد كده بنعرضها مثلا لسيلفر نيتريت. ادي الالجي اكستراكت اللي احنا بنتكلم عليه ناحيه اليمين ده، بعد ما عملنا له فلتره وبعدين بنضيفه للسيلفر نيتريت فيدينا اللي هو الشكل اللي احنا قلناه ده اللي هو يلوش براون، دارك يلوش براون. بنعمله بعد كده سواء كان يو في سبكتروسكوبي عشان يحدد لنا الرينج بتاع السيلفر فين، غالبا بيبقى في الربعميات، وبنعمل له الترانسميشن الكتروميكروسكوب زي ما احنا شايفين بيدينا ادي السفيريكال من السيلفر نانو بارتكلز، وبيتقاس الديامتر بتاع السفيريكال ده عن طريق الترانسميشن الكتروميكروسكوب. في حاجه تانية اللي هي الاف تي اي ار، وده الفورير ترانسفورم انفراريد، ده اللي بيوضح لنا المركبات اللي عملت او الفانكشنال جروب اللي عملت كابنج على السيلفر نيتريت وعملت ايه الريدكشن. هنا برضو احنا عملنا سيلينيوم نانو بارتكل باستخدام السبايرولينا بلاتنسيس، خدنا 5 جرامز من السبايرولينا بلاتنسيس وحطيناها في دبل دي ايونايزد ووتر، وابتدينا نعمل غيرنا شويه في الميثود، عملنا الترا سونيكيشن شويه عشان المكونات اللي داخل الخليه تبتدي تطلع بره، وبعد كده عملنا فلتريشن وعرضناها للصوديوم سيلانايت عشان نطلع السيلينيوم نانو بارتكلز، وابتدينا نشوف الكلر اللي انا قلت عليه ريد اورنج، وابتدينا نشوف الانفراريد. ده الشكل اللي فوق ده اللي هو نمبر اي، بيوضح السبايرولينا بلاتنسز بايوماس، والشكل بي المفروض اللي هو السيلينيوم نانو بارتكلز بعد ما عملنا له اي ار. هنلاحظ ان في بعض البيكس اختفت في مع السيلينيوم نانو بارتكلز نتيجه لعمل زي ما قلنا نتيجه الريدكشن وعمل الكابنج، وكمان حصل شيفت مثلا للبيك اللي هي مثلا عند 2925 الى 2090، ده برضو الشيفت ده نتيجه الكابنج، والبيك دي بترمز للميسيلين جروب اللي ملي ممكن تكون موجوده في الامينو اسيدز، او والامينو اسيدز زي ما احنا عارفين مكون من مكونات البروتين. ونفس الكلام بالنسبة للبيك اللي عند 1683 حصل لها برضو شيفت، ودي برضو بتميز الكربونايل اللي ممكن تكون موجودة في البوليساكارايد، وده معناه ان البوليساكارايد والبروتين هو اللي ساهم عملية الريدكشن بتاع الملح بتاع صوديوم سيلانايت الى سيلينيوم نانو بارتكلز. وده شكل الترانسميشن بالترانسميشن الكترون ميكروسكوب لشكل السيلينيوم، اداني احجام 71 نانومتر و42 نانومتر، في حاجات طبعا كانت اكتر من 100، لكن المين افريج دايمتر كان حوالي 79 نانومتر للسفيريكال سيلينيوم نانو بارتكلز. طب احنا استفدنا ايه بتكوين السيلينيوم نانو بارتكلز؟ قدرنا نستفيد من الكلام ده ان انا مثلا اقدر اعمل انتي مايكروبيال اكتيفيتي لسيلينيوم نانو بارتكلز لبعض الاورجانيزمات زي مثلا الكليبسيلا نيمونيا، زي السالمونيلا، زي الفنجاي اللي هي كانديدا البيكنز. طيب دي عملناها مع الاي تي سي سي من البكتيريا،
وبعدين ابتدينا نتوجه بقى الى المالتي دراج ريزيستنت بكتيريا من الكليبسيلا نيمونيا ونشوف تاثير السيلينيوم عليها وازاي السيلينيوم عمل بيعمل انهيبيشن في البحث ده عمل انهيبيشن الى لحوالي 50% من المالتي دراج ريزيستنت كليبسيلا نيمونيا. كمان شفنا التوكسيستي بتاع السيلينيوم اللي طلع بتاع السبيرولينا ده، هل هيأثر على الكيدني، هل هيأثر على النورمال سيل، على الكيدني نورمال سيل لاين، هل هيأثر على الليفر نورمال سيل لاين، باعتبار ان الكيدني والليفر ده اهم الاماكن اللي بيحصل فيها الاكسكريشن روتس بتاع الجسم. ف الاي سي 50 كانت على شيء الاي سي 50 اللي هو التركيز اللي بيقتل 50% من الخلايا او يعني 50% بيبقى في الخلايا من الخلايا بيكون ماتت و 50% بيكون فايبل. فبنلاقي ان عشان يتقتل النورمال كيدني سيل لاين انا محتاج حوالي 233 مايكرو جرام من السيلينيوم نانو بارتكل، ومحتاج 849 من السيلينيوم نانو بارتكل مايكروجرام بير ميلي عشان نقتل الليفر نورمال سيل لاين. وده معناه ان السيلينيوم نانو بارتكل هنا كان مش توكس خالص على الكيدني وعلى الليفر سيل لاين. كمان احنا عملنا شغل تاني مع لما كنت في الهند، كان عن تاثير ازاي نعمل نانو كومبوسايد من الايرن اوكسايد والزنك اوكسايد باستخدام البوليساكرايد بتاع السبايرولينا تجاه الكانديدا وتجاه الأوفيريان كانسر مع دكتورة أكيلا. الكانديدا في حوالي 200 سبيشيز من الكانديدا بتقص لما الاميونيتي بيبقى الاميون سيستم بيبقى ضعيف بتبتدي ممكن يحصل حاجة اسمها مايكوكيوتينيوس كانديديزيس ديزيز، ممكن يحصل انفيجن للبلاد سيركوليشن وبيحصل انفيجن لأورجنز كتيرة جدا، وده طبعا بيهدد الحياة. كمان ممكن يحصل فالفو فاجينال كانديديز بالنسبة للوومن. طبعا لو ما استخدمناش لو استخدمنا inefficient antifungal drug او ما عملناش diagnosis كويس ده ممكن يؤدي الى mortality بنسبة كبيرة. كمان الكانديدا ليها علاقة وطيده جدا بالكانسر، يعني ممكن الانفكشن الاول تبتدي بكانديدا وبعد كده يحصل سيفرال تايبس من الكانسر زي الاورال زي الكولون زي الاستومك زي الفيميل جينيتال سيستم زي الاوفيريان كانسر. معايا؟ في مصر معظم الفالف الكانديدا انفكشن نتيجه الكانديدا البيكنس، في الهند كانت نتيجه الكانديدا تروبيكاليس، لكن معظم الديفلوبد وورلد زينا الاصابه نتيجه الكانديدا البيكنس. فاحنا استخدمنا السبايرولينا بلاتينسيس في تكوين الايرن اوكسايد وبعدين حطينا على الايرن اوكسايد زنك اوكسايد نانو بارتكلز محاوله منا للتغلب على الكانديدا البيكنز والاوفيريان كانسر اللي ممكن يكون سبب او نتيجه للكانديدا انفكشن. فزي ما قلنا احنا عملنا جرين سينسز للالفا ايرن اوكسايد نانو بارتكلز وابتدينا نعمل الالفا اوكسايد زنك اوكسايد نانو كومبوسايد باستخدام السبايرولينا وشفنا الانتي فانجل اكتيفيتي تجاه الكانديدا وتجاه الاوفيريان كانسر سيل لاين، وابتدينا نشوف الميكانيزم نتيجه ايه وتاثير الالفا وايرن اوكسايد والالفا ايرن اوكسايد نانو كومبوسايد على الاوفيريان كانسر سيل لاين. طيب ازاي بقى يتكون الالفا ايرن اوكسايد وازاي عملنا النانو كومبوزايد باستخدام السبايرولينا بلاتينسيس؟ ديت نوع من البلو جرين الجي اللي انا قلت لكم عليها وديت تبقى غنيه جدا بالبايو اكتيف كومباوندز، عملنا لها ووتر اكستراكت
ومررنا الووتر اكستراكت على الفيريك كلورايد كسولت وابتدى يكون لنا الايرون اوكسايد نانو بارتيكلز. المشكله بقى ازاي ان انا اكون الزنك اوكسايد على الايرون اوكسايد عشان ازود الفاعليه، فبكون على جنب انا عامله زنك نيتريت ومحضره زنك نيتريت وعامله له هيدريشن وصوديوم هيدروكسيد لغايه لما يكون لي حاجه ملح اسمه صوديوم زينيكيت، وبعد كده ببتدي اضيف الصوديوم زينيكيت ده على الايرون اوكسايد ككوليد سسبنشن على الايرون اوكسايد، فيبتدي يكون الزنك اوكسايد على الايرون اوكسايد نانو ويكون لي النانو كومبوزايت. طيب بتاكد الكلام ده ازاي؟ زي ما احنا قلنا احنا بنعمل بنشوف اليو في سبكتروسكوبي. هو اليو في سبكتروسكوبي بيبقى واضح لو انا مثلا عملت سيلفر وبعدين حطيت على السيلفر زنك اوكسايد نانو كومبوزايت. السيلفر معروف انه بيبقى مثلا عند زي ما احنا قلنا في 400 او 434 نانومتر، فلما احط الزنك اوكسايد وهو البيك بتاعه بتبقى قليله حوالي 290 لما احطه عليها، فبيحصل بلو شيفت من 434 ل 411 نانو كومبوزايت. طيب لكن احنا عندنا الايرن غالبا بيطلع عند 290، والرينج بتاع الزنك اوكسايد بيطلع برضو عند في الحدود دي، فعمليه انه يحصل شيفت تو ديكريز مش هيحصل شيفت جامد لتو ديكريز. يعني هي كانت من غير الزنك كان 290 وبالزنك بقى 293، فمش واضحه العمليه. فاحنا بنلجا بقى نعمل ايه؟ بنشوف الاكس ار دي. الاكس ار دي بيوضح لي النانو اللي اتكون، فبيبتدي يديني بيكس كده بتوضح وجود الالفا ايرون اوكسايد. زي ما احنا شايفين هنا في الفا ايرون اوكسايد في معظم البيكس، ما عدا تو بيكس كانت جاما ايرون اوكسايد، فهو الموجوريتي كده او الكريستال ستراكشر بتاعه الفا ايرون اوكسايد. طيب بعد ما حطينا الزنك ابتدت تظهر ايه؟ واحنا حاطين صوديوم زينيكيت ابتدت تظهر بيك مثلا للصوديوم، بيك خاصه بالزنك اوكسايد علاوه على البيكس بتاعه الايرن، ده بيؤكد تكوين الايرن اوكسايد زنك اوكسايد نانو كومبوزايت. طيب كمان عملنا الاي ار عشان نعرف ايه السبب في تكوين الايرن اوكسايد والايرن اوكسايد نانو كومبوزايت. الاي ار اللي هو لونه جرين ده اللي هو عباره عن السبايرولينا بلاتينسيس بايوماس، اما الريد ده هو عباره عن ايرون اوكسايد مع الزنك اوكسايد نانو كومبوزايت، والبلاك اللي هو ايرون اوكسايد. زي ما احنا قلنا قبل كده ان ابتدت يحصل شيفت لبعض البيكس، وفي بعض البيكس اختفت نتيجه عمليه الكابنج. اما عمليه الايرون اوكسايد تكوين الايرون اوكسايد نانو كومبوزايت ابتدت تظهر بيك جديده خالص، والبيك دي تمثل وجود الزنك. لو جينا نشوف الترانسميشن الكتروميكروسكوب للايرون لوحده هنلاقي ان اتكون حاجات الى حد ما رود شويه، سواء انا عملت ده كان الافريج الصوره ديت 100 نانومتر، دي الصوره 20 نانومتر وهنا 2 نانومتر، فعشان يوضح لنا الرود شيب شويه. كان الرود شيب ده طبعا ليه لينس وليه ويدث، كان الافريج لينس عندنا 20 نانومتر والويدث حوالي 5 نانومتر، يعني لايك باليت. بعد كده لما ابتدينا نكون الزنك معاها، فابتدى يحصل السايز يزيد شويه، كان الافريج لينس وصل ل 115 والويدث وصل ل 29، وابتدت تتكون في الصوره زي الصوره رقم 4 دي، ابتدى يكون الزنك على الايرون اوكسايد. ابتدينا نشوف تاثير الايرن الالفا ايرون اوكسايد نانو بارتيكلز على الكانديدا البيكنز والنانو كومبوزايد على الكانديدا البيكنز، لقينا ان حصل انكريز في الزون اوف انهبيشن بالنسبه للكانديدا البيكنز في حاله النانو كومبوزايد. ابتدينا نشوف الكلام ده بالفلورسنس ميكروسكوب عشان نقدر نشوف الليف والديد سيل للكانديدا البيكنز.
زي ما احنا شايفين في الصورة رقم في النمبر دي ابتدى يحصل بادينج عادي جدا والخلايا حية وده الكنترول. تمام. بعد تأثير الايرن اوكسايد لوحده ابتدت تظهر حاجات ريد. فعندنا الصورة ايوه اي ودي ده بتمثل الكانديدا كنترول وزود اني افكت. اما بي ديت ابتدت تظهر حاجات ريد نتيجة وجود الديد سيل ده باستخدام الالفا ايرن اوكسايد. لما ابتدينا نحط الفا ايرن اوكسايد مع زينك اوكسايد ابتدى يحصل انكريس في عدد الخلايا اللي هي حصل لها ديد سيل. تمام. نفس الكلام لما ابتدينا نشوف تأثير الايرن اوكسايد على والايرن اوكسايد نانو كومبوزايت على الاوفيريان كانسر سيل لاين او البي اي 1 سيل. رقم A و D ده بيمثل الأوفيريان كانسر سيل لاين without any effect. B و E باستخدام الأيرن أوكسايد وإزاي بيحصل مورفولوجيكال تشينج للخلايا. بتوصل IC50 اللي هي الكونسنتريشن اللي بيقتل كان في الأيرن أوكسايد زينك أوكسايد قليل جدا يوصل ل 15 بالمقارنة بالألفا ايرن اوكسايد بيوصل لحاجة وعشرين مايكروجرام بير ميلي. ابتدينا نعمل برضو كوميت اسي عشان نشوف ايه اللي حصل للأوفيريان كانسر سيل لاين للدي ان اي. هل حصل دي ان اي دامج؟ فوضح زي الاي وسي دي النورمال الاي ودي دي السيل كنترول وزود اني افكت والبي والاي باستخدام الايرن اوكسايد والايرن اوكسايد نانو كومبوزايت وازاي بيحصل تكسير للدي ان اي وبيبدا التيل لينس بيبقى عالي بتاع الدي ان اي. فبيوصل ان احنا عندنا الاي سي 50 اللي تعمل كده في الايرن اوكسايد نانو كومبوزايت 20 مايكروغرام في الايرن اوكسايد الون وصل ل 25 مايكروغرام. يعني قدرنا في الاخر ان احنا نقول ان عمليه الانتي فانجل والانتي اوفيريان كانسر افكت بتاع ان الايرن اوكسايد لوحده او الايرن اوكسايد نانو كومبوزايت ان النانو كومبوزايت كان مور افكتد عن الانكوتد ايرن اوكسايد وان الانتي فانجل والانتي اوفيريان كانسر ميكانيزم ممكن تكون نتيجه الاوفر برودكشن بتاع الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي ابتدت تكسر السيلولار كومبوننتس وابتدت تكسر في الدي ان اي والكروموسوم. طبعا ممكن ان احنا بعد كده نستخدم الزنك اوكسايد مع الايرن اوكسايد فارماسيوتيكال برودكت والبحث منشور سنه 2020 في اي اي تي نانو بايوتكنولوجي. بتمنى تكونوا استمتعتم بالمحاضره والف شكر وبشكر جدا بايو ساينس.